يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بكل اهلاويه اللي بيبداوا معانا حلقه جديده، اسبوع جديد، موسم جديد. قبل ما ادخل في التفاصيل لازم افتكر معاكم مشوار طويل جدا من النجاحات والبطولات والامجاد اللي سطرها وحققها وكتبها في تاريخه النادي الاهلي. والامجاد والبطولات دي كان ليها ابطال. صحيح جمهور النادي الاهلي دايما في صداره المشهد، وعلى مدار التاريخ كان واحد من اهم اسباب نجاح الكيان ونجاح اسم النادي الاهلي، لكن جوه الجدران القلعه الحمراء في صناع المجد، في ابطال، منهم واحد بيعتبره جماهير النادي الاهلي رغم رحيله انه واحد من اساطير النادي الاهلي حتى يومنا هذا. عن الالقاب حدث ولا حرج، بنتكلم على القاب كتيره جدا، القائد والمعلم والمايسترو والاسطوره والكابتن، واحد من لاعبين مصر الافزاز اللي جم الحقيقه في تاريخ الكره المصريه على مدار تاريخها، وزي ما تالق وابدع داخل مستطيل الاخضر كانت ابداعاته الحقيقه ومواقفه ومبادئه والقواعد اللي حكم فيها الفتره اللي تولى فيها مسؤوليه النادي الاهلي، اعتقد انها نورت الطريق لكتير جايين بعده، وما اعتقدش ان في حد يختلف على انه اسم صالح سليم واحد من اهم الاسماء اللي جت في تاريخ النادي الاهلي اللي كان فيه حقيقة عظماء كتير جدا. لكن يبقى الحقيقة صالح سليم هو الرمز والأسطورة، وما كانش ممكن نبدأ حلقتنا النهاردة من غير ما يكون لينا وقفة مع المايسترو صالح سليم. تمر اليوم الأحد الموافق 11 من سبتمبر، ذكرى ميلاد المايسترو الراحل صالح سليم، الرئيس التاريخي للنادي الأهلي وأبرز الأساطير الكروية والإدارية في مصر، الذي ولد في 11 من سبتمبر عام 1930. بدأ بقطاع الناشئين بالنادي الأهلي، ثم صعد إلى الفريق الأول عام 1948. ظهر لأول مرة في مباراة الأهلي أمام المصري البورسعيدي بملعب الأهلي بالجزيرة، وفاز الأهلي بثلاثية نظيفة سجل خلالها صالح سليم أول أهدافه الرسمية، وكان ذلك يوم الجمعة 5 نوفمبر عام 1948 في الأسبوع الثالث لأول مسابقة للدوري الممتاز. واستمر حتى موسم 1966-1967، حيث لعب آخر مباراة له أمام الطيران في 11 نوفمبر عام 1966 بفاصل زمني 18 عاما وستة أيام. واستحق صالح سليم أن يحقق مع النادي الأهلي 11 بطولة دوري من أصل 15 بطولة شارك فيها منذ بداية الدوري المصري لكرة القدم عام 1948، وكذلك حقق مع النادي الأهلي بطولة كأس مصر 8 مرات، كما أحرز مع فريقه كأس الجمهورية العربية المتحدة عام 1961. ولعب صالح سليم مع فريق الأهلي أكثر من 185 مباراة، وسجل 99 هدفا بواقع 78 هدفا في الدوري، ثالث هدافي الأهلي في المسابقة، و17 هدف في كأس مصر، وثلاثة أهداف في كأس الجمهورية المتحدة، وهدف في دوري منطقة القاهرة. ويعد صالح سليم صاحب الرقم القياسي للتهديف في مباراة واحدة بتسجيل 7 أهداف في شباك الإسماعيلي عام 1958، وصاحب الرقم القياسي في الفوز المتتالي بلقب الدوري 9 مواسم بالمشاركة مع توتو لاعب الأهلي السابق. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، على بركه الله بنبدا فعليا النهارده الموسم الجديد. النهارده بيعود الفريق مره ثانيه للميران استعدادا لبدايه الموسم. عمليا مفترض انه هيكون في مباريات وديه طبعا للفريق ياخدها، وكل ما يقال عن الاهلي ومبارياته الوديه ولقاءاته المتوقعه في الفتره اللي جايه كلام في الهواء. حتى اللحظه لم يتم الاستقرار او لم يتم الاعلان، طبعا الاعلان هيكون من خلال شاشه الاهلي،
عن برنامج المعسكر الإعداد والمباريات الودية، ويتبقى الرسم بقى رسميا ينطلق الموسم في بداية شهر أكتوبر إن شاء الله من خلال لقاءات الأهلي الإفريقية في الدور 32. لكن فعليا بيعود الفريق للمشهد مرة تانية، وزي ما حضراتكم شايفين الدقائق الأولى من بداية مران الفريق تحت قيادة كولر المدير الفني السويسري الجديد. الحقيقة يمكن عايز أقف مع كولر، الحقيقة كنت عايز أتكلم على بداية الموسم، والحقيقة إزاي الأهلي وإدارة الأهلي بصت للموسم الجديد، وإزاي فكرت في إنه إزاي ترسم يعني خريطة للأهلي يمشي عليها الموسم اللي جاي، تتفادى فيها كل المطبات الصعبة اللي تعرضت لها واللي تسببت، برضو مصر أنا أحط بين قوسين دايما بفعل فاعل، في خسارتك لعدد من الألقاب كنت أنت الأحق وكنت أنت الأقدر، على الرغم أنت أن أنت مش في أفضل حالاتك، أو فنشت الموسم عشان أكون أكتر دقة، يعني فنشت الموسم وأنت مش في أفضل حالاتك، لأنه بداية الأهلي الموسم اللي فات ولا أروع ولا أروع، أفضل بداية على فكرة، يعني الإنجازات في الموسمين اللي قبل أفضل لكن كورة وأداء ونتائج وباور الموسم اللي فات كانت بدايته الحقيقة رائعة على كل المستويات، لكن ما علينا، في النهاية أنت فنشت وأنت مش في أحسن مستوياتك، ورغم كده لو في ظروف طبيعية وفي تكافؤ فرص وفي شفافية وفي عدالة كان ممكن جدا 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 والنسبة الأكبر كانت إنه الأهلي يحصل على عدد محترم من الألقاب، لكن ما علينا، إجهاد، إصابات، خدنا قرار والفرقة ريحت، وأعتقد اللاعبين خدوا فترة راحة سلبية كويسة جدا ما خدوهاش من 3 سنين. مدير فني بيبدأ الموسم من بدايته وبيخوض وبيحضر مرحلة الإعداد وبيحط البرنامج التدريبي وبيتعرف على إمكانيات اللعيبة قبل الموسم ما يبتدي فترة كافية جدا، حصل وقد كان. وبالمناسبة للناس اللي بتتكلم على كولر وبتقول سويسرا مش كوره وراجل ما ضربش فريق كبير وخبرته والاهلي بطولات وقصه، يا جماعه الكلام بادئ الحكم بدري جدا جدا، يعني وانا ارجو الحقيقه ودي رساله واحنا بنبتدي موسم اهو على بياض زي ما بيقول جماهير النادي الاهلي، ارجوكم 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 واحنا في بدايه الموسم، الكلام ده ينطبق على جهاز فني وينطبق على لاعبين، عشان للاسف الشديد جدا احنا تم استدراجنا في الفتره الاخيره او في المواسم والموسم الاخير تحديدا ان احنا نهاجم وننسق مع اي موجه هجوم بقى على مدير فني على اداره على لاعبين، اعتقد ان ده لا يصح، احنا بنبدا موسم جديد مش مطلوب من جماهير النادي الاهلي غير انها تلعب دورها بس وانها تدعم فريقها. وانا عندي كلام كتير على كولر وعندي كلام كتير على صفقات الاهلي وعندي كلام كتير جدا على الموسم ده، بس اسمحوا لنا بقى نروح للتتش مره ثانيه عوده بعد غياب، وزميلنا كريم احمد موجود هناك ينقل لنا تفاصيل اكتر عن تمرين الاهلي النهارده ووجود كولر طبعا وجهازه الفني، ظهور اللاعبين، اخبار المصابين اللي فنشوا الموسم طبعا وهم لسه ما انتهوش من برنامجهم التاهيلي، نعرف كل التفاصيل من كريم. مساء الخير يا كريم واهلا بيك مره ثانيه. مساء الخير عليك طبعا الزميل العزيز احمد سمير، تحياتي ليك في البدايه، ويا رب ان شاء الله يكون موسم وانطلاقه جيده جدا كالعاده لفريق النادي الاهلي تحت القياده الفنيه في البدايه طبعا لمستر كولر اللي بنتمنى له كل التوفيق ان شاء الله مع فريق النادي الاهلي. وحشنا ملعب التتش، وحشتنا فرقه النادي الاهلي. النهارده الاهلي بيستعد لموسم جديد، بدايه زي ما بقول فعليه، النهارده بترجع الفرقه التمرينات، نتعرف منك على اخبار التمرين، مستر كولر بدا التمرين ازاي، اتكلم مع لعيبه ازاي، يعني ادينا تفاصيل كده اهم ملامح اليوم النهارده. يعني هقدر اقول لك زميلي احمد في البدايه بعد الاجتماع الخاص طبعا بالجهاز الفني بالكامل مع الكابتن محمود الخطيب، وتوجه مباشره الجهاز الفني الى ملعب مختار التتش. انت عارف طبعا اي مدير فني بيتولى القياده الفنيه للنادي الاهلي بيكون في جلسه تعارف، ودي الحقيقه بدات من النهارده. النهارده كان يعني من المتوقع ان كان كابتن سامي قمصان النهارده يقود التدريب ومستر كولر يقود تدريب الغد، لكن الراجل عنده اشتياق كبير جدا لتدريب النادي الاهلي وعلى الاجواء الحقيقه اللي لمسها وعاشها من اول لحظه وصل فيها القرار، الحب الكبير اللي شافه، الحماس اللي شايفه كمان في الاجواء اللي حواليه والحب اللي حواليه وقيمه النادي الاهلي الكبيره شفناه وتفقده لارض الملعب واسئلته طبعا، يمكن سال على الصور اللي شهدائنا طبعا اللي متواجده في استاد مختار التتش، سال على ارضيه الملعب على الاضاءه على كل الامور دي. الحقيقه يمكن المهندس خالد مرتجي والكابتن امير توفيق طبعا وضحوا له امور عديده جدا في ملعب مختار التتش، تحديدا حديثه مع الكابتن محمود الخطيب، الراجل عنده الشغف الكبير جدا ان هو يقود النادي الاهلي، لان انت عارف سنتين كان غايب، ويمكن انا ذكرته واكدت
نفسيته في الملعب ما كانتش في فن، ما كانتش عباره عن فن، لا الراجل متعطش، قال لك انا بقالي سنتين ما جريتش في ملعب اخضر وحاسس ان انا هكون انطلاقتي هنا مع النادي الاهلي. ده امر مهم جدا، وده بيدينا انطباع متفائلين كلنا مع الاختيارات الجيده والشغل الكبير اللي بداه مجلس الاداره بوجود الحقيقه الجهاز الفني بالكامل. اكلمك النهارده على التدريب في البدايه بعد جلسه التعارف على طول مباشره مخطط الاحمال تيتسي ناندويا، طبعا دوره مهم جدا وبنتمنى له كل التوفيق لان عنده شغل كبير جدا خلال الموسم، لان مشاركاتنا كبيره، التلاحم هنشوفه والمباريات هنشوفها، لكن عليه شغل كبير جدا مع الجهاز الفني. هو النهارده بدا في توزيع طبعا بعض الامور الخاصه به الاحمال البدنيه، النهارده ما نقدرش نقول في رفع حمل بدني، لكن النهارده في شكل عام بالنسبه للبرنامج التدريبي. الراجل يمكن خصص فقره 20 دقيقه للتاهيل ويمكن حاجات بسيطه جدا من غير الكوره. بعديها مباشره ايضا كمان الشغل المتعارف على المدير الفني ان هو بيعمل تقسيمه بدون توظيف وبدون يعني بحذر، اللي عايز يلعب كوره يلعب، الراجل عايز يتفرج بشكل عام على اللاعبين على كل لاعب في ظل وقت قليل جدا النهارده بالنسبه للتدريب، فده امر مهم جدا. انطباع الراجل مع اللاعبين، اللاعبين استقبلته بشكل مميز جدا، الجو العام اللي شافه في النادي الاهلي بيديله مردود كبير ودفعه كبيره جدا ان شاء الله الموسم يكون جيد والقادم يكون افضل تحت القياده الفنيه لمستر الكوره. الامور طيبه جدا في هذه اللحظات، كمان يمكن التقسيمه شغاله في ملعب مختار التيتش، زي ما قلت لك الراجل بيحاول يبص بشكل عام نظره عامه على ان يكون بقى خلال الايام القادمه تدريبات متتاليه، ممكن نشوف صباحي ومسائي بعد طبعا التحضير ل عسكر فريق النادي الاهلي اللي بيتم على قدم وساق، لكن كل الامور الحمد لله طيبه جدا. كمان الحقيقه يعني رغم السعاده واعضاء النادي الاهلي اللي استقبلت مستر كولر، عايز اقول لك ميشيل ياناكون يعني كان في قمه السعاده، اعضاء النادي الاهلي كلها النهارده راحت لميشيل ياناكون، واحد من مدربين الحراس المميزين جدا، محبوب، عارف قيمه النادي الاهلي بشكل كبير جدا، فيا رب الكوكبه اللي متواجده مع الجهاز الفني المميز جدا ان شاء الله يكون موسم جيد لفريق النادي الاهلي. كريم نتكلم شويه معاك عن اللعيبه وانا شايف الحقيقه يمكن انا يعني مش عارف طبعا الكادر ما شفتش تمرين كامل، دي لقطات سريعه جدا بس انا ما شفتش ديانج، ما شفتش بيرسي تاو، ما شفتش عمار، عايز اسال عليهم اعرف موقفهم ايه، شفت طبعا كهربا، شفت مغربي، شفت متولي عامل نيو لوك، فاتكلمنا كده اللعيبه حتى اللي كانت بعيده وكانت مصابه في نهايه الموسم وكانت بتنفذ برنامج تاهيلي، مين رجع مين لسه عليه شويه، نطمن منك على سكواد الاهلي نفسه. يعني هقدر اقول لك النهارده في بعض اللاعبين في الجيم، يعني في لسه بعض اللعيبه بتاخد فقرات في الجيم، بتبدا كمان تاخد فقرات تدريبيه في ارض الملعب. النهارده اكرم كان متواجد في التدريبات، عمار ماشي بشكل مميز جدا في ايضا في التاهيل، بيرسي تاو، كل اللعيبه الحقيقه اللي كانت بتعاني من الاصابات محطوط لها جدول تاهيلي خلال الفتره اللي فاتت، كانوا شغالين عليه بشكل كبير جدا ومستمرين كمان معاه. ممكن ما نشوفش بعض اللعيبه في المستطيل الاخضر، لكن شفنا النهارده قفشه، محمد شريف بيجروا فردي، في لسه برنامج موضوع للاعبين طبعا اللي يمكن راجعه من فتره طويله جدا، زي ما انت اكدت زميلي احمد يعني سنين كثيره جدا النادي الاهلي لم يلتقط انفاسه بشكل كبير جدا سواء اللاعبين او الاجهزه الفنيه، فيمكن في بعض اللعيبه النهارده ما اقدرش اقول لك على التجمع بشكل عام، على ان يكون غدا وبعد غد الصوره تكون واضحه بشكل كبير، لان النهارده في لعيبه بتاخد اجزاء بسيطه جدا من الجانب البدني، في لعيبه لسه ما دخلتش في الجو العام بالنسبه للتدريبات، لكن من الغد باذن الله التيم ورك كله يكون كامل، التدريبات كلها تكون واضحه بشكل جميل جدا للجميع، فيا رب ان شاء الله كل اللعيبه اللي يمكن فقدناها الفتره اللي فاتت نستفيد بيها، على راسهم اكرم توفيق اللي كلنا منتظرينه الحقيقه نشوفه في المعسكر التدريب الفريق النادي الاهلي مباراه الوديه، ومنها ان شاء الله في البطوله الافريقيه اللي يا رب تكون انطلاقه قويه كالعاده لفريق النادي الاهلي، ومنها ان شاء الله نقدر نرجع من جديد لمنصه التتويج، النادي الاهلي قادر بلاعبته بالسكواد متواجد بالمدير الفني بالمناخ الطيب بالاستقرار اللي بيحاول مجلس اداره النادي الاهلي يوفره من كل الجوانب، فيا رب كل الظروف دي تكون معانا وخدمانا ان شاء الله في هذا الموسم اللي هي يعني من الواضح ان هو يكون صعب جدا خلال الفتره القادمه. ويلكم باك يا كريم، وهنتابع معاك يوم بعد يوم ومع كل الزملاء طبعا على شاشه الاهلي متابعه استعدادات النادي الاهلي لبدايه موسم جديد باذن الله، ان شاء الله يكون موسم موفق. والنقطه دي تحديدا غياب مارسيل كولر يمكن لمده سنتين عن التدريب ممكن تكون لعيب الكوره لما بيغيب بيرجع زي ما بيقولوا كده جعان كوره، فالحقيقه يمكن دي تكون واحده من الدوافع اللي موجوده عنده، خصوصا ان هو مع عملاق افريقيا النادي الاهلي والمارد الاحمر، بالتاكيد ان شاء الله نتمنى انه يكون دويتو ناجح. وانا عندي وقفه شويه على مارسيل كولر وكلام عنه وعن كورته وعن تجاربه، لانه يعني مش بالضروره دايما تبقى لعيب كوره كبير عشان تكون مدرب كبير، على عكس الصحيح، وعلى الصحه امثله ونماذج كتيره جدا هنتكلم فيها، بس اسمحوا لنا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم في السادسه. نبدا معاكم نخش في تفاصيل حلقه معانا النهارده واحد حقيقه من نجوم الكره البرتغاليه، واحد حقيقه من اللي تالقوا في ايطاليا وتحديدا مع يوفنتوس، وكان في فتره من الفترات تولى فيها المسؤوليه الفنيه كمدرب لفريق بورتو، واحد طبعا بطل اوروبا مرتين في نسختين متتاليتين، روي باروش طبعا او روي باروش زي ما بنسميه هنا في مصر،
نجم البرتغال واليوفي ضفنا في السادسة. بداية طبعا كل الشكر ليك على مشاركتك معنا، وأهلا وسهلا بيك على شاشة الأهلي. شكرا، وهذا شرف لي أكون موجود معاكم النهاردة. وفعلا الشعب المصري شعب جميل جدا، وبحب أن أبقى معاكم النهاردة. واحنا بما ان احنا شعب بنحب الكره، فاحنا الحقيقه مرتبطين، او الكره البرتغاليه دايما قريبه من قلوبنا، وكثير من نجوم البرتغال ياما امتعونا، لويس فيجو، كريستيانو رونالدو، روي كوستا، روي باروش، وغيرهم وغيرهم كتير. فالحقيقه كل احترام للكره البرتغاليه. وبمناسبه الكره في البرتغال، خليني ابدا مع رايك في الاداء والنتائج اللي حققتها الفرق البرتغاليه والانديه البرتغاليه في الشامبيونز ليج. بداية إلى حد كبير غير موفقة لبورتو صاحب اللقب مرتين، وبداية جيدة إلى حد كبير لبنفيكا. إزاي بتشوف مستويات أدائهم، بداياتهم وفرصهم في أن هم يتقدموا للأدوار الإقصائية؟ مهمة جدا في الفرقة البرتغالية، محتاجين نجمع أرقام عشان نقدر نحاول نوصل للنهائي. لكن الموضوع يعني في الاختصار، يعني احنا لازم برضو نركز في المستقبل بتاع الفريق البرتغالي والكره البرتغاليه. لو عديت عدد الاسماء اللي صدرتها انديه البرتغال لاكبر انديه اوروبا في العشر سنين الاخيره، سواء لاعبين برتغاليين او لاعبين اجانب كانوا محترفين في انديه برتغاليه، هنجد ان معظمهم النهارده يمكن يكونوا اهم نجوم على مستوى الدوريات الاوروبيه، ومع فرقهم قدروا يحققوا كتير الحقيقه من البطولات، سواء محليه في الدوريات او على مستوى الشامبيونز ليج. ايه سبب عدم قدره الانديه البرتغاليه على الحفاظ على نجومها، وليه ما فيش رغبه دايما في ان هم يكونوا منافسين للدوريات الكبيره او للانديه الكبيره على القاب اوروبا؟ الموضوع فعلا صعب حاليا في النسبة للكرة الحالية، بالنسبة للكرة طبعا في اختراف كبير جدا واحتراف مع الفرق البرتغالية زي ما انجلترا وفرنسا والمانيا. احنا عندنا شباب، بس لو عندنا لعيبة او اثنين نقدر نركز عليهم، بندور على نشوف ان احنا نقدر نوصل لحاجة. الموضوع ده بياخد وقت طبعا، وبالنسبة للطريقة ده هي ممكن تدور على الخبرة اكتر من هو تدور على الاحتراف بره ولا اي طريقة تانية. لكن ما نقدرش ما نحاولش برضه نحارب مع الفرق الكبار. بمناسبه نجوم البرتغال، كريستيانو رونالدو هيكون قائد طبعا لمنتخب البرتغال في كاس العالم 2022 في قطر. هل بتشوف ان مقدمات الموسم، توتر علاقته مع اداره اليونايتد، رغبته او اعلان رغبته في الرحيل، عدم قدرته على الرحيل، توتر علاقته بتين هاج المدير الفني، ممكن ياثر على قدرات رونالدو في قياده منتخب البرتغال في نسخة كأس العالم اللي جاية؟ لا، بالنسبة لكريستيانو مع خبرته مع سنه أكيد مش هيختلف الكلام ده، هو تعديله أكثر خبرة، هو عارف، وهو طبعا يعتبر من الأحسن لعيبة في العالم حاليا، وطبعا هو عارف دلوقتي أنه هو لازم يبقى فيه التزام، وهو طبعا البرستيج بتاعه مهم مع القوة اللي هو بيركز برضه مع الثقة اللي دي أهم حاجة، وطبعا احنا محتاجينه، وان هو الرئيس بتاعنا، القائد بتاعنا، هو كل حاجه حاليا، وطبعا الخبره كبره مش هتاثر معاه، وهو دايما هيبقى ملتزم، وهو طبعا هيبقى موجود. بصرف النظر عن رغبه اللاعب، وبصرف النظر عن اراده ناديه في بقائه، اللاعب كان عنده رغبه في الرحيل، النادي اصر على الاحتفاظ به، انت من وجهه نظرك كنت شايف ايه الافضل لكريستيانو رونالدو، انه ينتقل لنادي اخر ويلعب في بطوله زي بطوله الشامبيونز ليج، ولا الافضل انه يبقى مع اليونايتد ويخوض معاه المنافسات في الموسم الحالي؟ يو واش كو تامين برانس
هو لعيب كويس ان هو عارف ان طبعا ممكن يكون برضه خطا احنا ما نعرفش حاليا يعني بس طبعا هو دوت بيدور على احترافين اكتر وبيدور على النجاح الافضل بالنسبه له سواء هو في الحاله الموجود فيها حاليا وطبعا كله بيحب وفي نفس الوقت ان احنا من اي قرار هو يتخذه في هذا الوقت لكن وجهه نظرك انت هل كنت تفضل انه يرحل ويشارك في بطولة تشامبيونز ليج ولا كنت تفضل انه الافضل ليه انه يستمر في مانشستر يونايتد لانه ما ننكرش انه مانشستر يونايتد جزء مهم جدا من صناعة اسطورة كريستيانو رونالدو انا في رايي ان هو عمل الصح حتى لو هو اعلن ان هو يطلع يمشي ولا لا واحنا كنا متوقعين برضو ان هو يقدر يلعب في طريقه معينه وطبعا ان هو يكمل في مانشستر برضو ده في برضو حب للموضوع ان هم عايزين يستمر طبعا هو في اوروبا برضو وموضوع مفتوح برضو يعني في الحته دي وطبعا كاس مهم جدا هو محتاجه في الحاله دي عشان يزودوا في السي في بمناسبه الكلام عن رغبه اللاعبين في تحقيق لقب البطوله هل شايف انه في فريق برتغالي ممكن يحقق المفاجاه اعتقد انه بورتو حقق المفاجاه مرتين قبل كده في نسخه اعتقد 87 في وجود النجم رابح ماجر وانت يمكن لعبت معاه وحقق مره ثانيه مع جوزيه مورينيو هل تعتقد ان الموسم ده المفاجات ممكن تكون وارده بالنسبه لبنفيكا او بورتو احنا نفضل ان طبعا ان اي فريق برتغالي يوصل حتى لو اي فريق من اخر سنين دول بندور على اي فريق يقدر يلتزم معانا او يحقق اللي احنا عايزينه باسمه حاول يوصل زي 87 او 2004 بالنسبه للحاجات اللي كانت احنا كل سنه الموضوع بيبقى اصعب والتجهيزات للفرق واللعيبه بتبقى افضل وافضل من كتر اللعيبه الموجوده حاليا الموضوع بيبقى اصعب واصعب بس ممكن يحصل ان اجاكس مثلا كان ممكن يبقى في النهائي في وقت من الاوقات ومين عارف من سنه او لغايه 3 سنين ممكن فريق برتغالي يستمر ويثبت اكبر عدد من اللعيبه البرتغاليه ويبقى في امكانيات ان احنا نوصل لمرحله بس هو مش سهل هو صعب كانت مفاجاه ليكم ان بورتو يحقق البطوله في 97 و2004 ولا كان ده امر متوقع للجيل اللي كان بيمثل بورتو في التوقيت ده 97 و2004 87 و2004 محدش كان متوقع محدش كان بيبص لبورتو كان فريق يوصل للنهائي ويقدر يوصل للنهائي وكلام دوت طبعا كان في لعيبه مهمه واللعيبه الاساسي بتاعنا نقط لعمل الفريق وطبعا يوصل للنهائي وبالنسبه للحته ده كان موضوع حاجه مفاجاه كان مفاجاه جميله بالنسبه لنا طيب بمناسبه الكلام على تشامبيونز ليج وانت واحد كنت من نجوم اليوفي هل ترشح يوفنتوس للقب الليج لقب الكالتشو الايطالي الدوري الايطالي الموسم ده ولا تعتقد انه رغم عوده طبعا ماسيميليانو أليجري لكن رحل عن الفريق عدد كبير جدا من النجوم ازاي بتشوف فرص اليوفي سواء على مستوى الدوري الايطالي او على مستوى بطوله التشامبيونز ليج كل شيء ممكن لكن ممكن الانجليز برضو او الالمان او الطلاين او الاسبان دايما عندهم مفاجآت ممكن يكون في 2 أو 3 فرق ممكن هم دول المصدر اللي هم بيوصلوا للنهائي بيقدروا يأثروا وطبعا كل الكلام ده بيبقى مختلف مع النتائج اللي ممكن توصل يعني كل موضوع بيبقى اختلاف وكل بس لكن مش في الشامبيونز ليج ممكن يحصل ان بيبقى في نجوم يظهروا على اخر لحظه برضه الموضوع صعب طيب خلينا نروح لسؤال عن 2 من نجوم الكره البرتغاليه برناردو سيلفا واحد من اهم المواهب اللي قدمتها البرتغال لكره القدم في السنوات الاخيره واحد من اللاعبين المهمين جدا في المان سيتي صراع عليه بين 2 من الانديه الكبيره برشلونه من ناحيه والسيتي اللي مازال متمسك بيه من ناحيه ثانيه الافضل لبرناردو سيلفا ان يبقى مع سيتي او يرحل للبارسا
برناردو سيلفا من اخر 3-4 سنين هو عمل لنتائج مبهره، وفي رايي الشخصي هو المفروض يعني يوصل لحاجه كويسه مع ليجا ومانشستر، فريق قوي ومع المدرب اللي معاه ده مرشح بقوه جدا ان هو المفروض يقعد يعني في خلال سنه كمان، حتى لو هو ما وصلش هو ممكن يحاول السنه الجايه. يعني هو طبعا لازم يستمر ان هو يحاول يوصل للتشامبيونز ليج في النهايه. كتير من الناس شافوا انه جواو فيليكس نجم اتلتيكو مدريد هو الخليفه المنتظر لموهبه بحجم كريستيانو رونالدو. الحقيقه انا بشوفه ان واحد من افضل لعيبه الكره الصاعده في العالم، لكن كتير شافوا انه محتاج يتنقل لنادي افضل من اتلتيكو مدريد عشان يقدر يطور من مستواه ويكون الوريث الشرعي لكريستيانو رونالدو اللي حاز طبعا في اكتر من مناسبه اعتقد 5 أو 6 مرات على جائزه الافضل على مستوى العالم. رايك في جواو فيليكس؟ وهل بتشوفه خليفه كريستيانو رونالدو؟ وهل مع بقائه ام رحيله عن اتلتيكو مدريد؟ ده جواو فيليكس نه جون فيليكس لعيب قوي جدا، ان هو بدا وهو صغير وراح لاتلتيكو مدريد، وبالنسبه للنقطه عمل شغل حاجات في الشامبيونز ليج، يعني عمل تاثير كويس ان هو لعيب كويس. يعني هو طبعا احنا متوقعين ان هو ممكن يوصل زي كريستيانو رونالدو، مش عارفين زي مارادونا مثلا لو وصل لحاجات كده. هو مع الخبره اللي هو عنده فما اتلتيكو مدريد طبعا فريق قوي جدا ومن الاهم انديه، لان هم بيأثروا ان هم بيطلعوا الجوده بشكل واضح، ان هم بيأثروا مع اللعيبه وبيدربهم بشكل ممتاز. قبل ما اختم معاك كلامي يهمني اسالك عن راي فيتوريا. احنا هنا في مصر سواء على مستوى الانديه او المنتخبات بنحترم جدا المدرسه البرتغاليه، وكان ليهم نصيب كبير الحقيقه معانا في السنوات الاخيره، في الفتره الاخيره. واكيد انت عارف يمكن روي فيتوريا البرتغالي اصبح مديرا فنيا للمنتخب المصري. رايك في او تقييمك ليه كهيد كوتش للمنتخب من ناحيه الكوتشنج، من ناحيه التريننج، شايف ايه افضل ما يميز روي فيتوريا؟ روي فيتوريا. روي فيتوريا. روي فيتوريا غرانديسيمو تكنيك، هو فيز ما كامبانيا. روي فيتوريا مدرب ممتاز ممتاز. وهو عنده خبرة طبعا ان يقدر يتواصل مع المواسم المختلفة مع اتنين مع بنفيكا مثلا، وكان عنده نجاح قوي جدا بره من احل المدربين هنا في البرتغال، يعني واحد مختلف من الاخرين. رأيك في فرص منتخب البرتغال في كأس العالم اللي جاي؟ هل المنتخب البرتغالي تحت قيادة كريستيانو وعدد كبير من النجوم الياو جواو فيليكس جوتا روبن دياش وغيرهم من النجوم قادرين يحققوا اللقب للبرتغال؟ البرتغال بندور على نوصل لاي نهائي او نوصل زي 2016، بنحاول على نوصل احسن لعيبه وندور على كاس العالم. ممكن يكون السنه دي احنا عندنا الفرديه في اللعيبه وفي نفس الوقت برضه من احسن اللعيبه في العالم، واحنا طبعا بنحلم واحنا بنتوقع، وانا مقتنع ان احنا نقدر نعمل مونديال قوي جدا وبنحلم بالنقطه دي. يعني في جميع الاحوال البرتغال واحد من المنتخبات الممتعه اللي بنحب نتفرج عليها ونتفرج على كورتها. كل التوفيق للكره البرتغاليه سواء منتخب في كاس عالم او انديه البرتغال في منافسات الشامبيونز ليج. روي باروش نجم البرتغال واليوفي السابق، بشكرك شكرا جزيلا. وفقرتنا الحقيقه في العالمي ما انتهتش الحقيقه، يمكن من البرتغال او هنسيب البرتغال ونروح معاكم لايطاليا، لانه كالتشيو الحقيقه في السنوات الاخيره
حصل فيه أكثر من نقلة نوعية، مش نقلة نوعية واحدة. طورت المسابقة، فرق كتير استعادت قدرتها على المنافسة. شفنا بعد مرحلة اليوفي والسيطرة لمدة 10 سنين الإنتر بيرجع، شفنا الميلان بيرجع ويتوج باللقب، شفنا روما مع مورينيو بشكل تاني وبيحقق بطولة الكونفرنس ليج. فإحنا تواصلنا الحقيقة مع مين؟ مع رئيس اتحاد الكرة الإيطالي جابرييل جرافينا، اللي خصنا الحقيقة في السادسة بحديث اتكلمنا فيه معاه، أو يتكلم فيه الحقيقة معانا عن حاجات كتير، سواء فيما يتعلق بالموسم الحالي للكالتشيو، تنظيم ورؤية الاتحاد ليه، فرص الأندية الإيطالية اللي بتشارك في البطولات الأوروبية، القدرة في إيطاليا والأندية الإيطالية على جذب الاستثمارات الأجنبية، وشفنا طبعا ريد بيرد مع اي سي ميلان في السنة الأخيرة، وأكيد طبعا موقف المنتخب الإيطالي مع مانشيني في الفترة اللي جاية. كل ده هنشوفه ونتابعه مع حضراتكم في السادسة، ونرجع لكم على طول. Una nuova stagione che segue la scia del campionato scorso, un campionato molto avvincente, un campionato interessante, un campionato che si presenta per la presenza del campionato del mondo atipico nel periodo invernale, con una interruzione piuttosto lunga, e quindi un campionato che potrà anche sotto questo aspetto, sotto questo profilo, avere anche un suo impatto. Io sono molto contento di questo, di questa evoluzione del campionato italiano e del calcio italiano. Finalmente si ritorna a considerare il calcio un bellissimo gioco di squadra. Oggi le squadre che stanno dando grandissima attenzione e grande soddisfazione ai propri tifosi sono delle squadre che praticano un gioco molto, molto bello, un gioco spettacolare, un gioco che comunque colpisce l'attenzione dei tifosi, coinvolge i tifosi, e quindi questo credo che sia un messaggio molto bello, un messaggio forte, che fa capire quanto sia importante la valorizzazione di quelli che sono i principi fondamentali posti alla base del gioco del calcio, che è un gioco di squadra. Beh, la partenza di queste competizioni internazionali è una partenza che ha già evidenziato le qualità di alcune nostre squadre italiane. Io sono convinto che di tutte le squadre italiane, delle sette squadre, sicuramente due, tre, come ogni anno, arriveranno fino in fondo. Quando si parla di globalizzazione, quando si parla di economia di mercato, l'arrivo di nuovi finanziamenti, l'arrivo di nuovi investitori, di nuovi finanziatori, di nuovi protagonisti e imprenditori che amano il gioco del calcio, hanno voglia di investire, portano entusiasmo, portano idee, portano soprattutto progettualità innovative all'interno del mondo economico, imprenditoriale, sportivo. Quindi benvengano nuove idee, benvengano nuovi progetti, e io credo che il campionato italiano se sta evolvendo, se sta crescendo, se deve crescere, comunque a prospettiva lo deve anche agli investimenti stranieri. Noi stiamo lavorando moltissimo sulla costruzione di un nuovo dipartimento tecnico nell'ambito del settore giovanile, stiamo migliorando l'attività di scouting, stiamo cercando di creare grande attenzione, soprattutto dando continuità ad un progetto che è iniziato 4 anni fa e che deve comunque andare avanti. Sappiamo benissimo che l'investimento sui giovani è il futuro per il calcio, non solo italiano, ma anche il calcio internazionale, così come è fondamentale avere delle strutture, delle infrastrutture che permettono appunto di far crescere i giovani nelle migliori condizioni. Questi sono gli elementi sui quali stiamo cercando di fondare e di continuare a portare avanti quell'idea progettuale di un Club Italia moderno, a passo con i tempi, e nella speranza che possa comunque ottenere anche importanti risultati in futuro. في النقطة دي تحديدا أنا الحقيقة ما بعترفش بفكرة الجواب بيبان من عنوان. أنا الحقيقة بحب استنى وأدي الفرصة كاملة، وبعد ما الفرصة تبقى مكتملة أقدر أقيم وأقول آه والله ده شيء عظيم جدا، آه والله لا التجربة ما كانتش أحسن حاجة ممكنة. لكن من قبل الراجل، من قبل الراجل ما ينزل يحط رجله في الملعب، يعني احنا لما ابتدينا الحلقة مع حضراتكم عرضنا لكم أول تمرينة للنادي الأهلي استعدادا للموسم الجديد، وأول ظهور لمارسيل كولر كهيد كوتش أو كمدير فني للنادي الأهلي. طبعا
امبارح تابعته على شاشه الاهلي استقباله ولحظه نزوله من الطياره وتوجهه للنادي الاهلي ودخوله بقى للملعب والغرف اللاعبين وكل حاجه. لكن الحقيقه من قبل ما الراجل ينزل الملعب يبقى في كلام واعتراضات، واصل الاهلي نادي كبير، واصل مين مارسيل كولر، واصله ما لعبش في نادي كبير، اصله ما دربش نادي. يا جماعه قصه مش كده خالص، عيب بجد اللي بيحصل ده. يعني ادوا الراجل بس فرصه يلتقط انفاسه ويشتغل، وبعد كده لما تشوفوا التجربه بقيموها. وعلى فكره مش لازم تكون لعيب كبير عشان تبقى مدرب كبير، يعني اهم الاسماء في عالم التدريب في العالم كله النهارده مين؟ جوارديولا كان لعيب عادي جدا، ما كانش نجم النجوم يعني في البارسا. توماس توخيل، يورجن كلوب انا ما اسمعش عنهم وهم لعيبه كوره بصراحه، جوزيه مورينيو جاي من العدم. فالقصه غير، الكوتشنج والتريننج قصه غير تماما انك انت تكون لعيب كويس. وعلى فكره في لعيبه كبيره جدا ما نجحتش في موضوع التدريب وانها تكون كمدير فني. على كل الاحوال خلينا ندخل في موضوعنا، الموسم الجديد هو الموضوع الاساسي، مش بس مارسيل كولر، مارسيل كولر، الصفقات، معسكر الاعداد، البدايات. والنهارده بيشرفنا واحد من نجوم النادي الاهلي اللي انا شخصيا الحقيقه بسعد بوجوده معايا هنا في السادسه، كابتن احمد فوزي. مساء الخير يا كابتن احمد. مساء الفل يا ابو حميد، وميرسي على التقديمه الجميله دي. ده انت تسال ربنا يعزك يا رب. بجد استمتع معاك، استمتع جدا برؤيتك ووجهه نظرك حبيب. وتحليلك للامور حبيب. قبل ما اخش على الـ على على كولر، يعني شايف ازاي بدايه الموسم المختلفه عن المواسم السابقه وتاثيرها على النادي الاهلي وعلى فرصنا في المنافسات والبطولات اللي هناخدها ان شاء الله بدايه شاء الله. من شهر اكتوبر ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا انا شايف ان اكبر نقطه ايجابيه راحه اللاعبين الاساسيين اللي اخذت فوق شهر. اعتقد ان اللعيبه دي لما ترجع للسكواد الطبيعي، عارف السكواد بتاعك انت قبل الموسم اللي فات في الاول السنه قال احنا هناخد الاخضر واليابس ومفيش حد زينا، والمنافسين كانوا بيقولوا احنا فرقه النادي الاهلي اقوى سكواد في افريقيا، وده حقيقي مش المنافسين كلنا بنقول كده، ولكن في حاله راحتهم بدنيا، واعتقد ان هم تم راحتهم جيدا جدا. اقل واحد واخد فيهم شهر اجازه، حتى الناس اللي كانت مصابه كانوا محتاجينها. طبعا محتاجينها ومحتاجينها بزياده كمان جدا. فاعتقد شهر ده رقم كبير في الكوره، 30 يوم. واحد زي شريف اصابه طويله خلاص فاضل 3 اسابيع، عمرو السوليه ابتدى يجري، شريف قفشه بيجري، حسين الشحات نزل الملعب. حمد لله الف مليون سلامه على حمد لله على سلامه اكرم، وان شاء الله يطبعوا عمار حمدي. خلي بالك الاسامي اللي انا بقولها دي اسامي تقيله جدا، لو تواجدت في الملعب مش فعلا فايقه وواقفه على رجلها، مش هنحتاج نضيف اضافات. الاضافات بص ممكن تبقى ليه، لان انت بتلعب 60 مباراه او 55 مباراه في الموسم، فانت عايز يبقى فيه روتيشن وعايز يبقى فيه اللي بره زي اللي جوه. ايوه، فوجود الاسامي دي في حد ذاتها حاجه ايجابيه جدا طبعا. عايز اقول ان الحمد لله النادي الاهلي خيرا ما فعل ان هو ساب، خلى مصطفى شوبير يبقى موجود وخلى علي لطفي يبقى موجود مع وجود محمد الشناوي. كنا هنروح نجيب جون ب 30 مليون جنيه ويقعد خط يقعد على الدكه في الاخر ليه؟ أيوة. على فكره انا الاسبوع اللي قبل اللي فات كنت معاك وقلت الكلام ده، قلت يا ريت النادي الاهلي ما يجيبش حارس مرمى، قلت لان الاثنين اللي متواجدين لو لعبوا هيبقوا احسن اثنين في مصر. صح. ولو رحنا لو علي لطفي لسه بيلعب لحد دلوقتي كان هيروح المنتخب، انا قلت الكلام ده هنا أيوة. من اسبوعين بنفس القعده دي. فالحمد لله ان احنا ما دفعناش رقم في الحراس. انت دخلتني في حته حراسه المرمى، انا بتكلم لك فيها لانه طب خلينا بما انك وصلت لشوبير وعلي لطفي والشناوي، هل انت مع او ضد؟ يعني الحقيقه الشكل والاداء اللي ظهر بيهم علي لطفي وشوبير في الماتشات القليله اللي لعبوها قالوا انه الحقيقه احنا عندنا 3 حراس كبار. طبعا. هل انت مع او ضد؟ 4 مش 3. 4 طبعا، بس احنا ما شفناش طبعا. انا شفت حمزه علاء وان شاء الله ان شاء الله يعني ما شفناهوش ما خدش فرصته كامله، فما نقدرش نحكم عليه جدا. بس انا عارف انك انت واعتقد مخلوف كمان، انت بتقول مخلوف جامد جدا، حاجه عظمة على عظمة يعني. مخلوف هيتظلم، انا بقول لك هو مخلوف هيتظلم غصب عنه. أيه. لان اللي معاه جامدين جدا، هو يبقى وعشان تطلعه اعاره يبقى عندك 3 اجوان تطلع اعاره هتبقى أيه. كبيره جدا. طيب. بس عادي دي كوره، خلينا مع الثلاثه الكبار يعني. تمام. او الثلاثه اللي ظاهرين في الملعب. هل انت مع او ضد فكره يبقى في روتيشن؟ لا. في مركز حراسه المرمى لا مفيش روتيشن في مركز حراسه المرمى مفيش روتيشن. في حاجه اسمها ايه، في حاجه ان واحد بيلعب حارس بيلعب دوري، حارس بيلعب كاس، حارس بيلعب دوري ابطال. تمام. دي موجوده في العالم كله. أوكي. لو الثلاثه او لو الاثنين الكبار على مستوى واحد تمام بتبقى بتمشي كده. ممكن تمشي بطريقه ثانيه، 3 ماتشات ماتش، 3 ماتشات ماتش، 3 ماتشات ماتش. أوكي. على حسب بقى الماتش ده فين، مش فارقه. تمام. بس يبقى رجل الحارس الثاني موجوده في الملعب. بحيث لو الاساسي اتصاب
يبقى الثاني موجود وبيلعب مجهز ومش محتاج والله فتره. والله علي ما قصرش حتى وهو رجله مش في الملعب. لما علي ما قصرش مصطفى ما قصرش صحيح. واي حد هيلعب في النادي الاهلي صدقني منجم النادي الاهلي منجم طول عمره لحراسه المرمى. فانا بقول لك اهو الحمد لله ان احنا ما اشتريناش حارس وعندي ثقه في الثلاث حراس، عندي ثقه في ميشيل يانكون. مفيش اسم كده برضو تقول يعني لو جه يكمل التابلو الحلو ده فتبقى انت قفلت الدنيا وقدامه مستقبله وجاي ورايح وطالع. والله كده مره واثنين وثلاثه ولكن نادي انبي بيغالي في جاد بيغالي جاد. بيغالي جدا نادي انبي في اللعيبه. فاعتقد لا يعني الثلاثه دول يقدروا يشيلوا النادي الاهلي سنوات وسنوات وسنوات. جاد قرب عقده يخلص وعرفت تخلصه برقم انت اللي تكون عايز الرقم مش انا مثلا اعرض 10 مليون فهو يقول لي لا انا عايز 40 فاهم. انما لما يكون عقده قرب فتخلصه بخمسه بسته الحاجات دي من هنا لوقتها. ما انا قلت يعني اللي ما جاش الاهلي النهارده بفلوس بكره هيجي ببلاش. دي حقيقه والله دي حقيقه لان كل اللعيبه عايزه تيجي تلعب الاهلي. صحيح جد انا عارفه معرفه شخصيه جد يعني امنيته الاولى انه يحترف بره بصراحه او كان عايز يطلع تركيا وكان عايز يطلع السويد جاله حاجه في السويد وخلاص كان هيخلص قبل موضوع ويجن ده. ولكن في العموم الولد بيموت في النادي الاهلي بالامانه. فعشان كده انا بقول لك بالامانه لو ما مشيش دلوقتي هتيجي بعد كده. بس خلينا دلوقتي في المتاح. احنا عندنا ثلاث حراس يشيلونا يكسبونا بطولات. حراس دايما على قدر المسؤوليه مع وجود وعوده مستر ميشيل يانكون اللي طبعا لازم نديله حقه. الراجل محب وعاشق لتراب النادي الاهلي. امشي يا يانكون ماشي يا يانكون اقعد يا يانكون ماشي قاعد يا يانكون انزل تحت يا يانكون قاعد ننزل تحت يا يانكون ارجع يا يعني الراجل ده بيثبت لك قد ايه ان هي سليمه بتاعه شخص لما بيحب مكان وبيخلص ليه ربنا بيكرمه وبتلاقيه بيرجع تاني في المكان اللي بيحبه. عشان كده هو الحراس بتحبه وادت معاه بصوره مميزه. هو شخصية بتحب النادي الأهلي وبتحب اللي حصل من النادي الأهلي تجاهه. عشان كده أنا أعتقد الرباعي اللي موجود دلوقتي أو ميشيل يانكون وحراسه إن شاء الله هيقدموا لنا موسم ولا أروع. هو الحقيقة يعني بمناسبة كلام شيء بشيء يذكر يعني وأنت بتتكلم دلوقتي على أسماء مجموعة من الحراس حسيت إنه أو افتكرت كده فلاش باك إنه مصر مليانة حراس مرمى على أعلى مستوى وبالذات في ماتشات الأهلي. يعني دايما لا تلاقي حراس المرمى في ماتشات الأهلي تحس إن احنا جبنا بوفون على دونا روما على تيرشتيجن على نوير بقوا موجودين بيلعبوا في الدوري المصري غير كده ما يعني أنا آسف يعني لا عادي. بص يا أبو حميد عندنا الحراس في مصر إمكانيات بدنية كويسة جدا مش متواجده في معظم. انت تعال اتفرج على حراس المغرب وتونس والجزائر او شمال افريقيا ما تلاقيش القوه البدنيه اللي عندهم زي اللي عندنا بالنسبه للحراس تحديدا. ما تلاقيش المرونه والرشاقه تلاقيهم دايما بيشتكوا من الحراس دايما. شمال افريقيا بتشتكي عندهم اساطير برضو ماشي يعني بدو الزكي وشكري الواعر اوكي شكري الواعر ده اسطوره هم خلقوها. انما في الكوره انا مش شايفه من الحاجات الكبيره تمام. بصراحه دي وجهه نظر. شكري لا شكري الواعر اسطوره صراحه. زكي سوري بدو الزكي لا اسطوره تقيل قوي لا وتعبنا قوي في 86 بصراحه. انما امكانياتك انت كحراس انت لو سبت الحراس بتوعك يحترفوا 16 17 سنه والله العظيم ثلاثه هنملى الدنيا حراس مصريين. صحيح دي حقيقه. واتمنى ان الانديه تطلع الحراس صغيرين. يا ريت هيبقى مكسب لمصر كبير جدا. اصل انت بتقعد حارس عندك وعنده 16 17 سنه بتقعده لحد ما يبقى 25 26 سنه عشان ما يلعب. عارف بقى انت هو لو صار طلع 10 سنين دول في اوروبا في حراس كتير. انا يعني انا مجنون دوري انجليزي تمام وبتفرج على بعض الماتشات في الدوري الاسباني. يعني في حراس كتير قوي بشوفهم في انجلترا واسبانيا اقل من العادي اقل يعني من اللي عندنا اصلا. يعني ممكن من عندنا اسماء ممكن احط لك اربع خمس ست اسماء لو طلعوا هناك هيعملوا حاجه كويسه. هو ده فاهم. المشكله عندنا ان احنا ما بنسيبش الحراس بتاعتنا تطلع بدري في الدوريات الاوروبيه. طيب نيجي لمارسيل كولر بقى تمام. الحقيقه الراجل يعني لسه بقول النهارده اول مره ينزل ملعب مع الفرقه ورغم كده من اول ما تم الاعلان عن الصفقه انه ابتديت اسمع ناس تقول لك سويسرا مش بلد كوره اصل الراجل ما لعبش في نادي كبير اصل. انا متعجب الحقيقه يعني من فكره الهجوم اللي اي مدير فني بيحقق انجازات بيجيب بطولات. استنى بس قبل ما نكمل تعرض لصعوبات. سويسرا دي مش جابت جروس وجابت سويسرا فايلر. دي فايلر طب يعني فايلر. سويسرا فيها مدربين كويسين. كمل بقى كلامك انا بس بقطعك عشان ما انساش الكلام. لا هي الفكره انه فكره انه الضغط يحصل من قبل حتى الراجل ما يبتدي يشتغل. دي اصل مدرب قاعد بقى له سنتين اصله ما مسكش فريق كبير اصله ما حققش بطولات مع انديه ومع انه محقق على فكره مع جراس هوبر سويسرا. وعلى فكره يمكن تجربته اهم مرحله في تجربته هي
جراس هوبر وبعدين منتخب النمسا. يعني حقيقه مع منتخب النمسا كمان ظهرت بصماته بشكل طيب. ونقل المنتخب نقله كبيره جدا. طيب اولا بص، ما يقال كل ما يقال في الاعلام على جماهير الاهلي انها تعرف ان العكس هو الصحيح. تمام، يعني على طول كده وش كده بالاخر. انا بقول بصراحه كل ما تلاقي الاعلام بيخبط في حاجه بيتجه لحاجه واحده تعرف ان الحقيقه عكس، وهكذا ضد النادي الاهلي. انا بتكلم بالامان. تعالى نتكلم على كولر. كولر بتتكلم على 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 الاعلام توجيه. الرياضي توجيه الاعلام الرياضي لحاله أي. معينه مثلا هتروح تجيب لعيب من مثلا من جنوب من جنوب امريكا الجنوبيه، يقول لك انت رايح تجيب لعيب فرز ثالث ورابع. يا عم انت ما شفت اللعيب؟ طب ما احنا جبنا، شوف اللعيب الاول وبعدين بقول فرز ثالث ولا رابع. من غير اسامي انت رايح تجيب مدير فني يقول لك لا، اصل المدير الفني ده قاعد بقاله سنتين بس انا هقول لك حاجه يا كابتن احمد، عشان اللعبه دي احنا يعني لعبناها، انا لعبتها هنا بقالي سنتين يعني. فبعد شويه ما بتاخد فتره بتبتدي تفهم ايه التوجهات. بس خليني اكلم فيك معاه ونتكلم باستفاضه اكتر. هنروح لفصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجمنا النهارده كابتن احمد فوزي. طيب عشان ارجع لنفس النقطه اللي كنت بتكلم فيها، او يعني قرايتي لفكره الهجوم المستمر على اي حد بيتولى مسؤوليه النادي الاهلي ان كانت الظروف المحيطه بتجربته. يعني موسيماني جه برضه في فتره تلاحم مواسم، جه على دخل على طول قبل نهائي دوري ابطال، دخل في المعجنه بقى وفضل مكمل موسمين، والراجل يفوز بدوري ابطال ويروح كاس العالم يجيب برونزيه، ويروح سوبر يجيب سوبر افريقيا ويرجع ياخد دوري ابطال تاني. ورغم كده لم ينجو من سهام النقد والانتقاد طول مرحله وجوده مع النادي الاهلي، وده واحد من الحاجات اللي سببت ضغط كبير جدا لمستر موسيماني في الفتره اللي كان شايف انه مش قادر يكمل. جه من بعدها ريكاردو سواريش، ومن قبل ما يجي برده من قبل ما يشتغل، ورغم ان الظروف كانت صعبه جدا والفرقه معدلات الاداء عندها مش احسن حاجه، بدنيا متراجعين، اصابات رهيبه، كمل موسم بلعيبه جديده صغيره طالعه، ورغم كده برده من قبل وهو في المطار وهو على سلم الطياره برده قبل ما من ساعه اعلان التعاقد وهجوم شديد جدا. فبيتكرر الامر مره ثانيه. انا كنت بقول لك بقى قبل الفاصل قرايتي ايه، هي فكره انت عارف ان الجمهور مش في المدرج، الجمهور النهارده بقى قاعد على السوشيال ميديا. تمام. ففكره انك انت تشحن القاعده الجماهيريه الكبيره جدا اللي في ظهر النادي الاهلي انها تبقى هي عنصر الضغط، اداه الضغط دايما على اللعيبه وعلى الجهاز الفني وعلى اداره النادي، فتعمل حاله طيب. الربكه دي أكيد، وبالتالي ده بيأثر بقى ويعمل دروبات بشكل كبير. اكيد ممكن ده تبقى حاجه يعني من اساليب الضغط الغير مباشر. بس انا عايز اقول لك حاجه، انا عايز افرق بين النقد والانتقاد. انا ممكن انقد زي ما انا عايز في مصلحه فريقي، انا بنقد في الحته دي ما احنا هنا عشان احس ماشي اوكي، انما الانتقاد مش هطلع عمال على بطال اطلع اقول ده فلان وحش، ده فلان ما عندوش فكره، ده فلان ما بيعرفش يعمل ايه. ده بقى اللي اسمه الانتقاد. وده النيل من الشخص لصفتي، مش لقصه ان هو شاطر ولا وحش. تمام. لما اتكلم على واحد بس بالسلب على طول، لا، يبقى انا كده انسان بنتقد لغرض ما. ماشي. طبعا قصه السوشيال ميديا، وان السوشيال ميديا في وقت من الاوقات بتبقى اداه ضغط، لا هي على طول اداه ضغط كبيره، لان دلوقتي كل حاجه بتتعرف في ثواني. حتى اللي انت ما بتقدرش تعلن عليه هنا ممكن في بره بيعلنوا عنه، فانت بيجي لك كل حاجه عن طريق السوشيال ميديا. أيوه. اعتقد دي بتبقى اداه ضغط، بس ممكن تبقى اداه دفعة معنوية برضو، لأن السوشيال ميديا في أوقات كتير دايما كان جمهوره ده حماية. خلي بالك يمكن آخر سنة بس هي اللي كان الجمهور أو السوشيال ميديا كانت في ناحية الانتقاد شوية. إنما أعتقد أنه بعد ما تفهم الأمر وبقى الإعلام بيوجه السوشيال ميديا لحتة معينة، أعتقد لا، الجمهور دلوقتي فاهم وواعي وعارف إن هم هيتكلموا بالسلب. عارف لو جبنا أحسن مدير فني في العالم أيه. لازم فكرة إنه يعني بما إنك بنتكلم عن مدرسة سويسرية، وأنت ذكرت يمكن قبل الفصل يعني ضربت مثال بجروس. تمام. راجل جه الحقيقة عمل شغل محترم جدا. طبعا طبعا. وفايلر الحقيقة يمكن طبعًا. يعني لغاية اللحظة الناس جمهور الأهلي نفسه طبعًا. مش قادر ينسى فايلر. طبعا طبعا. الحقيقة راجل طبعًا. مدرسة وكورته مختلفة وقدر يعني كوتشنج وتريننج. لا الأهلي كان معاه وصل لمرحلة أكيد. وفي ناس بتقول إنه يعني وده أكيد طبعا يعني بشكل أو بآخر جزء من نجاحات موسيماني. لا ده هو 90% إنه جه بعد فايدر يعني 90% على الأقل كان مقفله اللعيبة على رجلها، قادرة تعمل بدنيا كويسين، فنيا كانوا بيتحركوا زي ما الكتاب بيقول. فهو موسيماني بس يا دوبك غير من شوية مراكز وعمل شوية تعديلات في طريقة لعب،
خلى الفرقه حاجه ثانيه، انما هو جاي على فرقه اصلا كانت جاهزه. ايوه بالامان. خلينا بس نرجع لموضوع كولر. اعتقد ان كولر مدير فني اسم كبير وسي في كبير. ايوه مدرب النمسا لما يقعد ماسك النمسا 6 سنين ويطلع بيهم من ال40 للعاشر ده رقم مهول. والنمسا يعني ما هياش مش من الفرق العظمى يعني. يعني زي ما مصر كده في 2008 و9 و10 وصلت بقت 10 عالم، ده حاجه مش طبيعيه بالنسبه. ماشي بالظبط. ايوه بالظبط انا معاك. مش حاجه طبيعيه خالص لما يوصل في اليورو ما حدش ياخد نقطتين من السته وكلهم تعادلات وبيلعب مع فرق اقوى منه بكتير. اعتقد انه مدير فني ليه اسم مع جراس هوبر. اولا بص احنا بنثق في المدربين الالمان عمياني. في المدربين الالمان هو درب في كولن ودرب في بوخم. ماشي انا بس ارجع اقول ان اي حد في العالم بيثق في نوعيه مدربين. تمام. مدربين الالمان في الناحيه الهجوميه والمدربين البرتغاليين في الناحيه الدفاعيه. تمام. ده شيء معروف في العالم. كل واحد برضه في الدفاع صح، والطليانيين في الدفاع. انما الالمان احنا دايما بنثق فيهم في الناحيه الهجوميه. مظبوط. هتلاقي مثلا توماس توخيل، هتلاقي يورجن كلوب، كل اللي بيهاجم هتلاقيه كله بيشغل في الناحيه دي. الراجل ده خريج مدرسه الماني، مدرسه كره المانيه. أيوة يعني. أيوة. بيلعب بنفس طريقتهم 4-4-2 او 4-2-3-1، ما بيلعبش ابدا 4-3-3 اللي هي الدفاعيه او 3-4-3، وعلى طول طريقه لعبه 4-2-3-1 او 4-4-2. فالراجل عنده الناحيه الهجوميه دي مدرسته. النقطه الايجابيه الثانيه انه الراجل شغله كله السنين اللي فاتت كان يا اما في المانيا يا اما في سويسرا. وخلي بالك سويسرا 3 اجزاء، يا جزء الماني وجزء انجليزي وجزء فرنساوي. فهم 3 اجزاء في البلد. ايوه ماشي. فهو حتى من المقاطعه نفسه بيتكلم ثلاث لغات. الشعب فهم من المقاطعه بيتكلموا الجزء الالماني. فالراجل حياته كلها ألماني. مع كره الماني. اوكي. فالثقة فيه من الناحية دي أنا شايف إن إن شاء الله بالاسم الكبير بمجموعة اللعيبة اللي موجودة واللي لسه هتيجي بإضافة عنصر أو 2 أو 3 زي ما النادي الأهلي يختار، أعتقد إن الراجل ده هيوصل لحتة كويسة جدا، خاصة إن طريقة لعبنا إن طريقة لعبه هتتناسب مع طريقة طيب. لعبنا. خليني أنقلك للجمهور مستني إيه. تمام. يعني خليني أقول إنه طبعا كويس قوي انه بيبدا الموسم من بدايته. تمام. يعني ده جاي والاهلي بيبتدي جاي من فتره راحه، هيبدا دلوقتي مرحله اعداد، ممكن يبقى في معسكر بعض اللقاءات الوديه. بالنسبه للمدير فني تستنى في خلال المعطيات دي او المقدمات دي قد ايه عشان يبتدي يبان شغله مع الفريق؟ لا من الاول خالص. من الاول خالص. من اول مباراه في الدوري. لا ما كانش من اول خالص. هيبتدي افريقيا 7 أو 9 تقريبا. 7 أو 9 من 7 لـ 9 10. اعتقد مع اول مباراه. من النهارده 29 يوم فانت بتتكلم او 28 يوم. فبتتكلم في فتره اعداد كويسه جدا. يعني هو فتره الاعداد الطبيعيه من 4 أسابيع لـ 6 أسابيع. تمام. فانت ممكن حتى ماتشين بتوع افريقيا تعتبرهم من زي الادوار التمهيديه يعني فتره اعداد. برضو يخشوا في فتره الاعداد. مزبوط. لان اول ماتش رسمي ليك في الدوري هيبقى يوم 15 اكتوبر. مزبوط. تقريبا. فانت عندك من يوم من هنا ليوم 15 اكتوبر 35 او 37 يوم تقدر تحضر فيهم فرقه بطريقه لعبك بفكرك وبالناحيه بدنيه كويسه. فاعتقد ان الراجل ده مع يعني ان شاء الله يبقى هيورينا حاجه كويسه جدا، هيبقى زيه زي فايلر، وده املنا فيه. واعتقد ان المدرسه اللي احنا جبناه منها ونفس الطريقه حاجه كويسه جدا. انما بس لازم نوضح للناس الراجل ده قعد سنتين في البيت ليه. عشان الناس برضو طبعًا تبقى مقتنعه باللي احنا بنقوله. تمام. الراجل ده احنا دايما كنا بنطالب ان احنا يبقى عندنا مدير فني مغامر. طول عمرنا عايزين مدير فني مغامر ما بيركنش للدفاع ويلعب على المرتدات وبتاع. طول عمرنا بنقول كده. طب الراجل بقى بيحب تسلق الجبال، في ايه مغامرات اكتر من كده؟ يعني الراجل محب لتسلق الجبال. من سنتين وقع على ركبته. أيوة. في احد جات له اصابه وعمل بعديها عمليه كبيره كده. فعشان كده هو قاعد بقى له سنتين. انما القصه وجات له انديه ورفض. ايوه عشان بس الناس هتقعد تصوت تودي القصص بتاعت هتعمل مشاكل على الفاضي. فالراجل يا دوبك لسه متعافي من الاصابه الطويله دي. فاعتقد وجوده بخبرته، خلي بالك 61 سنه دي خبره كويسه جدا جدا جدا. دي بالمناسبه كابتن احمد وانت بتتكلم النهارده قبل بدايه التمرين كان في اجتماع جمعه مع كابتن محمود الخطيب والجهاز الفني طبعا عشان يتكلموا في طبيعه المرحله اللي جايه. كابتن سمير عدلي طبعا، كابتن زكريا الناصف، كابتن محسن صالح. كان يعني الاجتماع النهارده بيتكلم او بتتكلم فيه اداره الاهلي مع كابتن سعد عبد الحفيظ مع مارسيل كولر على المرحله الجايه، طريقه الشغل جوه النادي، الاهداف بتاعه النادي،
حجم البطولات، الكلام طبعا على الصفقات، وبالتالي ان صفقات الاهلي اللي جايه هيكون لمستر كولر سيف فيها الراي الاول بشكل كبير. بص يعني احسن حاجه ميشيل يانكون طبعا بيرجع مره ثانيه ل ده حسام غالي اللي مدينا ظهره. حسام غالي وعمر البنوبي باين معاهم اعتقد. يعني الحقيقه بنفس روح التفاؤل دي احنا بنبدا موسم، ودي كلمه مهمه جدا لجمهور نادي الاهلي. الاهلي مش محتاج دعم من جماهيره الموسم ده زي ما حصل في السنوات اللي فاتت. الاهلي محتاج دعم من نوع غير مسبوق. ارجوكم ادوا لكل واحد في كتيبه القلعه الحمراء فرصته كامله. لعيب جديد جاي من بره، لعيب قديم راجع من اصابه، لعيب كان بعيد شويه عن مستواه. احنا محتاجين في الاهلي كل الدعم والمسانده من جهاز فني طبعا، يعني مستر كولر هو اكتر حد محتاج دعم ومحتاج تشجيع، وسياط الانتقادات دي محتاجين نخفف منها شويه عشان نقدر نبتدي موسم ناجح وموفق. متفق يا كابتن احمد، متفق معاك جدا. اتمنى ان الجمهور دايما الجماهير ليها دور مهم السنه دي قوي. ايوه طبعا قوي. الجمهور طول عمره داعم للنادي الاهلي، طول عمرنا النادي الاهلي هو جمهور النادي الاهلي هو الدافع لفرقه النادي الاهلي او لفرقه النادي الاهلي عامه. عايزين، انتوا طلبتوا ان يبقى في مدير فني عالمي بجهاز فني عالمي، واعتقد ان ده حصل. طلبتوا بعض الاضافات او بعض العناصر، واعتقد ان ده حصل وبيحصل. أيوة. ولسه هيحصل. فخلاص النادي الاهلي كاداره عملت اللي عليها كويس جدا جدا. الجهاز الفني سيبوه 30 يوم يشتغل براحته خالص، سيبوه يعمل اللي عنده، وبعد كده انت مش هتحاسب غير اخر السنه الجايه. أيوة. فسيبه دلوقتي كل اللي عليك ان انت تدعم المنظومه كامله من اول كابتن محمود لحد عم حارس وعم مكي اللي في غرف خلع الملابس، لان دول من الناس اللي برضو تستحق الدعم. فكل الناس لازم تدعم اللعيبه، لازم اللعيبه اللي في وقت من الاوقات انت هاجمتها كجمهور لازم اكتر ناس تدعمها. انا فاكر ان قبل البطوله العشرة تحديدا كان على تويتر، اللي هي البطوله بتاعت نهائي القاره، كان على تويتر دي التاسعه سوري التاسعه كان كل يوم جمهورنا الاهلي عامل هاشتاج لواحد 30 يوم ورا بعض ب 30 لعيب، وكانت داعمه جدا 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 للاعيب النادي الاهلي. والكلام ده يمكن الناس مش اللعيبه هي اللي تحسه. انت عارف يعني ايه النهارده الشناوي، بكره ايمن اشرف، بعده علي معلول، وهكذا ال 30 لعيب في 30 يوم. وكان معاهم مستر موسيماني خد يوم، سيد عبد الحفيظ خد يوم، سامي قمصان خد يوم. فدي في حد ذاتها جميله، حركه جميله جدا، ساعدت النادي الاهلي، ساعدته ان هو الدعم ده بيوصل للعيبه، خاصه ان الجمهور ساعتها ما كانش موجود في المدرجات. صحيح. فلما توصل له حاجه زي كده لا يعرفوا قد ايه الجمهور همه كان المباراه دي، وفعلا الحمد لله ربنا كرمنا فيها. انا اللي عايزه بعد كده خلاص، انت دلوقتي جبت لعيبه، انت هتعمل فتره اعداد مستريحه 30 يوم، تمام. هتطلع معسكر اعداد وتلعب مباريات وديه، ده اللي كنت دايما كان كثير من جمهور النادي الاهلي يقول لك هو فين المباريات الوديه اللي كنا بنلعبها، دلوقتي ما بنلعبش مباريات وديه خالص. لا طب انت هتلعب وهتلعب مباريات بره وهتلعب مباريات هنا في القاهره. فاعتقد لا يعني سيبوا بقى الناس تشتغل، ادعموهم بس، وان شاء الله ان شاء الله الـ 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 النتائج تبقى حاجه مميزه. اجي معاك للصفقات اتفضل التي لم يتم منها حتى اللحظه اللي بكلم حضراتكم فيها اي شيء او اي صفقه بشكل نهائي. في مفاوضات، في اسماء، في لعيبه، يعني اتمنى ان المفاوضات تنجح، لانه خدوا بالكم في مفاوضات تبقى مع اللاعب، وبعد كده بعد موافقته بتبقى في مرحله ثانيه مع النادي، وبعد موافقه الاثنين بيبقى في مرحله اجرائيه بقى، هنشوف بقى في كشف طبي، وارد جدا انه النادي يوافق، اللاعب يوافق، الاهلي يوافق، ونيجي عند الكشف الطبي هوب ستوب لا في مشكله. فبالتالي خلينا بس نتكلم الاول في ملامح الصفقات اللي احنا محتاجينها. انا في نهايه الموسم اللي فات قبل ما يخلص، يعني حتى اثناء وجود ريكاردو سواريز لما كنت بتكلم على الموسم اللي جاي، كنت بقول انه سكواد الاهلي بخير، تمام، وانا شايف انه مش محتاجين يعني نعمل اللي هو الميركاتو العنيف، اللي هو كل عارف النادي الانديه تيجي تروح يلا 7-8 لعيبه، فاهم، 10 لعيبه جدا. انا كنت شايف ان الاهلي محتاج الكواليتي اكتر من الكوانتيتي، او الكم الكاي اكتر من الكم. محتاجين
اثنين ثلاثة بس حاجة مش موجودة في افريقيا، مش موجودة في مصر، مش موجودة في قارة افريقيا. صح. واعتقد انه بعد ما ابتدى الميركاتو يخش وابتديت اسمع بقى كام 100 مليون كام 150 طب ثلاث لعيبه طب فدان في التتش حاجات اللي انت تسمعها دي قلت طب كويس جدا يعني ده خلى اداره الاهلي كمان تروح لسكه انه لا احنا نركز قوي في الصفقات الاجنبي. لو بنتكلم في صفقتين ثلاثه كابتن احمد الاهلي ممكن يعملوا معاه الفارق، شايف ايه المراكز وايه شكل الصفقات او اسم الصفقات اللي ممكن يبقى مناسب؟ اسامي الصفقات طبعا يعني انا مش مسموح لي اتكلم باسمه ومش مسموح لي اتكلم عن اللعيبه بعينها. تمام. ده مبدا لما الاهلي يعلن يبقى نتكلم بعديها، انما دلوقتي مش هنعرف نتكلم. تمام. انما هنقول النادي الاهلي محتاج ايه. النادي الاهلي كان محتاج وينجين، نقطه مهمه جدا. اعتقد برجوع كهربا وان شاء الله كهربا موضوع يخلص على خير، من الناس اللي ممكن تبقى احسن من احسن وينجات موجودين في مصر. ايوه. فممكن نضيف عليه واحد تاني، نضيف عليه اتنين، بس لازم يبقى فيه سترايكر سفاح. تمام. دي بقى لازم يعني تسعة بوتشر دي لازم يكون موجود. مش اللي هو الاسترايكر اللي بيتحرك بره ال 18، لا انا عايز تسعة بوتشر، مش اللي هو يبقى تسعة ونص، مش محمد شريف مثلا. لا انا عايز طريقه لعبه تسعة تسعة. بيلعب بدماغه، لان احنا بنعمل كروسات كتير، يعني عندنا علي ايجالو مثلا اللي شفته بتاع الهلال ده ما شاء الله حاجه كواليتي. حاجه ايجالو ده يعني يا ريت يعني حاجه انا بقول لك نفس القطعيه يعني نفس القصه بتاعته. تمام. احنا عايزين تسعة اهم. أيوة. حاجه عندنا تسعة. احنا عندنا مشكلتنا من ايام ازارو عايزين تسعة. على طول بنجيب الاسترايكر بتاعنا بيجري على ال 18 وبيتعمل له سروهات عشان يروح يكمل. أيوة. زي محمد شريف. لا. أيوة. انا عايز تسعة تسعة، فاهم؟ دي نقطه مهمه جدا عندنا. الطرفين يا ريت لو نعرف نجيب اثنين كواليتي اجانب لعيبه هايله قدام. مع التوجه على موضوع امريكا اللاتينيه طبعا. مع طبعا لان الاسعار هناك اقل. بص هو افريقيا امريكا اللاتينيه احنا بقينا بنبالغ قوي في افريقيا وبقينا بنبالغ قوي في مصر هنا في الاسعار. يعني شايف انه الكره اللي بتتقدم تتناسب مع الارقام اللي بتطلب في روح تركيا كده واسال على الاسعار هناك، هتشوف اللعيبه ان هنا بياخدوا اضعاف اضعافهم. روح البرتغال هنا بياخدوا اضعاف اضعافهم. روح ايطاليا بس مش 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 الدوري الرئيسي تحت او في الفرق اللي هي بعد الفرق المقدمه. طيب. هتلاقي احنا بندفع هنا للعيبه اضعاف اضعاف الارقام دي في ايطاليا كمان. في ايطاليا بس. بعد اول اربع خمس بعد اليوفي وروما وميلان وايسي ميلان بعد الخمس ست ونابولي يعني في الفرق اللي هي تحت السيري يعني بالظبط كده. مثلا اكيد طبعا بقى بلجيكا والدنمارك الدوريات الضعيفه دي اصلا كده كده لا بيبقوا تفريخ للفرق الكبيره. فارقامهم ما بتبقاش عاليه. ايوه يعني نونيز اهو، نونيز جاي ليفربول ب 90 مليون. قبليها كان في فرقه بتاعت بنفيكا. بنفيكا قبل بنفيكا كان في الدرجه الثانيه مع فرقه في اسبانيا. فاعتقد الموضوع تفريخ. بنفيكا كان بياخد كام؟ كان بياخد مش عارف مليون يورو، راح بياخد مشي ب 90 مليون وبياخد رقم ثاني خالص. فانا اللي عايز اقوله ايه؟ انت تدور في الحتت الشهيده. لما تروح تدور دور في بلجيكا والدنمارك والنرويج والسويد. ليه؟ عندهم لعيبه كويسين جدا ومعظمهم افارقه وارقامهم لما تيجي تشتريهم هتلاقيهم يا باشا. بص المنتخب فرنسا مثلا، منتخب فرنسا النهارده كلهم طبعا فرنسويين مش مجنسين بس انا اقصد اقول كلهم من اصول افريقيه. بالظبط هو ده. صح. هو ده عشان كده المانيا بقى فيها من اصول افريقيه. لا ده كتير. هولندا فيها إنجلترا. من اصول افريقيه. انجلترا فيها من اصول افريقيه يعني عادي. ما ايطاليا ايطاليا يعني ايطاليا صحيح. فانت عندك كل البلاد دلوقتي اصول افريقيه. امريكا يعني اوسكار صحيح. فانت عندك الدول الاسكندنافيه دي منجم لعيبه افارقه، منجم لعيبه افارقه، فدي ممكن انت تدور فيها. ما عرفتش تدور في الدول الاسكندنافيه ممكن تدور في امريكا اللاتينيه. امريكا اللاتينيه هي منجم اوروبا برضو. فانت يا اما تدور في افريقيا صح وتجيب لعيبه ناشئين. ودي بقى انا عايز احيي هنا اللي فكر انه يطلب من جلبرتو وانيسبو جلبان ان احنا نجيب لعيبه ناشئين افارقه ومحترفين. السنه دي ليك ثلاثه تحت السن. السنه دي ليك ثلاثه. فاحنا طلبوا من انيسبو جلبان اداره النادي طلب يعني يا ريت ما كنتش بقول سر يعني اعتقد ان دي حاجه معلنه. لا معروفه. فان هم يفكروا ان يجيبوا لعيبه كويسه جدا ونربيها عندنا ونطلعها. دي حاجه ايجابيه وحاجه مميزه جدا خاصه لما يبقى في ناشئين الاهلي ويترقى. هتبقى حاجه ايجابيه جامده جدا ممكن تبيعه وانت صغير وممكن تستفيد بيه بعد كده. طيب الدرس المستفاد من حته الاجهاد والاصابات.
يعني لو اتكلمنا احمال تمام واحنا بنبدا موسم جديد، ايه اللي تتمنى انه الجهاز الفني يقوم بيه او انه الجهاز الفني او طبعا مدرب الاحمال تحديدا يتفاداه؟ اتمنى ان مدرب الاحمال ما يكونش زي رانجواجا، زي لا المدرب اللي كان مع موسيماني هو رانجواجا، رانجواجا يعني اتمنى ما يبقاش زيه، ما يبقاش فتره الاجازات الكبيره اللي كان بيديها دي. اتمنى انه يكون دارس، واكيد اعتقد مع مدير فني كبير زي ده هيبقى معاه مدرب احمال عالمي. اعتقد ان فتره الاعداد دي لو اتعملت كويس جدا ان شاء الله اللعيبه كلها تكمل السيزون بدون اي اصابات، لان طبعا انت عارف ان في الجهاز الجديد اللي الاهلي جابه ده برضو بيقيس مدى العضلات وقوتها وكلام من ده، فالحاجات دي كلها بتساعد في الاستشفاء السريع وبتساعد على اتمنى يكون الدي ان اي فيت، يعني في يعني كان معانا دكتور محمد يحيى اتكلم على تيست كده اسمه دي ان اي فيت، ده بيحلل التيست ده تيست طبي يعني ماشي ماشي. يحلل قدره العضلات، قدره البذل المجهود، ده بيتعمل اسبوعيا برنامج الاستشفاء، لا ده دي ان اي فيت ده بيتعمل مره او قبل الموسم يبتدي. انا ما اعرفش دي، بس انا اللي اعرفه اللي هو الجهاز اللي بيتعلق على الظهر اللي هو بيجيب كل حاجه بالقمر الصناعي، بيبقى عارف العضلات دي محتاجه تتزود ازاي، دي محتاجه دي حاجه مختلفه بس في نفس السياق. العلم اتطور قوي في الجزء ده. عندنا الجهاز ده عندنا في النادي عندنا في النادي واللعيبه بتلبسه بيعرفك انت انهي عضله مجهده اكتر، انهي اللي محتاجه تقويه اكتر، نفس قدامك قد ايه وفاضل لك قد ايه، فكل ده التنفس الهوائي بتاعك ازاي والتنفس اللاهوائي بتاعك ازاي، الحاجات دي موجوده دلوقتي. فاعتقد مع مدير فني عالمي ومدرب احمال عالمي اعتقد ان اللعيبه بدنيا هتبقى كويسه. اتمنى ان يكون في روتيشن في ساعه بقى ما نيجي نلعب ده ساعتها بقى، لان كمان ان شاء الله يبقى عندك سكواد عالي طبعًا جدا طبعًا جدا ان شاء طبعًا الله ان شاء الله يبقى فايق والمنافسه بيتهيألي كمان لما يبقى عندك سكواد فايق وفي كل مركز اثنين ثلاثه لعيبه هتلاقي ايجابيه، حاجه ايجابيه جدا طبعًا جدا طبعًا جدا. فاعتقد لا مع روتيشن مع الناحيه البدنيه اللي تتعمل في فتره الاعداد ان شاء الله نشوف نادي الاهلي مميز السنه دي. متفائلين ان شاء الله باذن الله بدايه موسم موفق وسعيد للاهلي وجماهيره، وان شاء الله باذن الله كره الاهلي راجعه تاني وبقوه، والمارد الاحمر عائد للسيطره على كل الالقاب والبطولات محليا وافريقيا، وباذن الله ان شاء الله يكون لنا نصيب من المشاركه ما زالت قائمه حتى اللحظه في بطوله كاس العالم. ما حدش عارف الدنيا ممكن يكون فيها ايه، لكن الاهم كمان يكون موسم او اخير ووحيد قبل بدايه البطوله الاكبر والاهم على مستوى القاره وهي السوبر ليج كما اعلن عنها الاتحاد الافريقي. بشكر نجمي وضيفي العزيز في السادسه على وجوده معايا النهارده كابتن احمد فوزي، شرفته ونورته استاذ احمد، ربنا يخليك جدا يا ابو حميد، نسعد بيك دايما، الله يعزك ويكرمك، وبنسعد بحضراتكم دايما طبعا، وبكره ان شاء الله لقاء جديد يتجدد على شاشه الاهلي دايما، تحياتي ليكم.